دولينجو تطبيق جيد أم لا؟ هذا السؤال الذي سأجاوب اليوم معكم محمد القفاري. للي ما يعرف تطبيق دولينجو هو تطبيق تعليم اللغات، وهو يقدم لك مفردات وتصنع منها جمل وأيضا ينطقها لك بصوت رجل آلي. فهل هو زين ولا لا؟ نقول بسم الله ونبدأ. إيش نجاوب إذا هو زين؟ لازم نرجع إلى أصول اللغة، وهي أربع مهارات أساسية لتعلم اللغات: الاستماع، التحدث، القراءة والكتابة. من ناحية الاستماع والقراءة، عشان نجاوب إذا دولينجو يغطيها بشكل جيد، لازم نرجع لثلاثية المدخلات اللغوية. لأكثر تفاصيل شاهدوا مقطع كيف تتعلم لغة. بدالا أشرح كل الثلاثية مرة ثانية، لخصت خمس نقاط يجاوب إذا هو ماشي أو لا. النقطة الأولى، 90% من الجمل يترجم بشكل مباشر. النقطة الثانية، أغلب الجمل عشوائية ويستخدم نادرة في اللغة. الشيء الثاني، كل الجمل إذا نطقها يستخدم صوت رجل آلي. نقطة رقم أربعة، كثير من القواعد في هذه الجمل والتركيبة الجملة يعني نسبة صراحة تخوف، خطأ مو أغلبية لكن حتى ولو تخوف. والنقطة الخامسة، كثرة المواضيع التي تقدر تتعلم منها جدا جدا قليلة، أغلبها مسميات أكل وحيوانات. فمن هذه الخمس نقاط نقدر نثبت إنه لا ينطبق مع ثلاثية المدخلات اللغوية. نروح الآن إلى مهارة التحدث والكتابة. نبدأ بالتحدث. بتطبيق دولينجو لا يوجد أي طريقة تمارس التحدث من داخل التطبيق، صفر. يوجد شيء طبعا ميزة إنك تقدر تكرر ورا صوت رجل آلي، لكن بما أنه رجل آلي الفائدة منها جدا قليل. ومن ناحية الكتابة يوجد أنك تقدر تربط وتشبك بعض الكلمات المفردات وتصنع جمل، لكن الأهم في مهارة الكتابة أنك تفكر في اللغة وتحاول تكتب من راسك عن الموضوع، وهذه غير متوفر في التطبيق. فكل الأربع مهارات الأساسية لتعلم اللغات غير موجودة في هذا التطبيق بأي شكل كافي. لكن هل هذا يقصد أنه تطبيق دولينجو فاشل؟ لا، في طريقة واحدة تقدر تستفيد من التطبيق، وهو أنه ممتاز لتعليم المفردات والكلمات البدائية. نعم، لكن لأي واحد سابقاً تعلم مئات المفردات سيفهم قصدي، أنه حتى لو تعلم مليون مفرد الفائدة منها قليلة إذا ما استخدمتها ومارستها، أنك لا تقدر تصنع جمل ولا تقدر تفهم جمل، فيعني شو الفائدة بالنهاية؟ لكن السؤال هو، إذا فائدتها اللغوية قليلة ليش الناس يحبون دولينجو؟ وهذا سؤال جميل، فأشكرك على حسن مشاهدتك. الجواب لهذا السؤال أنه كثيرين من الناس يعتقدون أنه دولينجو يشتغل بما أنه يستخدمون أساليب لعب وأدمان كيعلمون لغات، لكن هذا غير صحيح، وبالعكس يخدع كثير من الناس. بدال يركزون على تعليم اللغات يركزون على تجميع نقاط وهمية ما لها قيمة. نقدر نلخص ونقول أنه دولينجو تطبيق ترجمة يغريك بالنقاط حتى عشان تطول بتطبيقهم كيربحون منك. كل ما تطول في دولينجو وتخلص الحصص تتحسن باستخدام التطبيق، لكن لا تقرب لإتقان اللغة. طيب ما هي البدائل؟ ما هي البديل الذي تقدر تستخدم بدال دولينجو؟ إذا ما استخدمت اللغة وما مارست اللغة بأي شكل شبه مستحيل تتعلم، لكن هذا لا يقصد أنه ما تستخدم وسائل كي يشجعك ويدفك، سواء كان منصات على الإنترنت أو كتابة مفردات على بطاقات أو حتى يمكن معلمين، سواء كان على الإنترنت أو الحقيقة، ففي وسائل يشجعك. لكن إذا المنصة اللي تستخدم لا يمارس الأربع مهارات الأساسية لتعلم اللغات، مثل لو قرأت معجم لغة أو كتاب قواعد، كيف ممكن دولينجو تتحسن؟ لأنه بالنهاية أنا ما أبي أجي وأقول أنه هذا التطبيق ما يشتغل، لا، أنا أبي أشوف تطبيق شامل لتعلم اللغات، شيء الذي سيساعدنا لتعليم 100 لغة على عالم افتراضي. كيف ممكن يتحسن دولينجو؟ وهي أربع نقاط يقدر يسوونها التطبيق. الرقم واحد، يكثرون في ميزانية التطوير والبحث. الرقم اثنين، يغيرون وينوعون من الجمل الذي يحطون في التطبيق، وأيضا مهم أن ينطبق مع الثلاثية. نقطة ثالثة، يشجعون الناس على التحدث في اللغة، خلي الناس يتحدثون، لأن هذه مهارة مهمة. البحوث العلمية تقول أنه تقريبا 35 إلى 30% من اكتساب اللغوي من التحدث،
فمهم أنه يشجعون على التحدث. والنقطة الرابعة والأخيرة أنه يكثرون إمكانية الاستماع، طبعا منطبق مع الثلاثية، وبشكل كبير وأطول وأجمل بمواضيع مختلفة. هذه الأربع نقاط لو سوى تطبيق دولينجو ستكون أفضل، لكن هل هو يقدر يسوونه؟ طبعا أكيد مو بسهل، أكيد ما تجي بيوم وليلة، لكن شركة دولينجو قيمت تقريبا ب 2021 بأربعة مليار دولار، ودخلت 2020 120، ويقال ستدخل في سنة 2021 ما حول 240 مليون دولار، فأعتقد لهم القدرة على ذلك. قال مؤسس التطبيق: لا كننا نعرف كيف نعلم لغات. تخيلوا مؤسس تطبيق لغات يقول يوم بدينا ما كنا نعرف كيف تعلم لغات. ما تقدر تصير متقن لغات باستخدام دولينجو، مثل ما تقدر تصير شيف باستخدام كتب الطبخ. معكم محمد الكفاري.